وهنبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ من القاهرة. تعالوا بينا نروح لكوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. في محافظة الجيزة هنروح لشارع الهرم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية، كثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي فبيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من أكتوبر، هنلاقي فيه كثافات مرورية قبل الدائري تستمر لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين في سيولة مرورية في شوارع المهندسين لغاية كوبري 15 مايو. أما المتجه إلى أكتوبر فهيلاقي فيه سيولة مرورية في الطريق. هنروح لمحافظة الإسكندرية هنلاقي إن في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي على طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما في الشوارع الجانبية في سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل جولتنا دلوقتي ونروح لأسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. في النهاردة نشاط للرياح على كافة الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مكشوفة على جنوب سيناء. شبورة مائية أيضاً صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، أقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شويه.